عبد وحشناك. لا صديقي، والله غير مشاغل الحياة. عرفتي الواحد ملي تيشرف تيولي تيبدا يشكي. وحشناك وبغينا نعرفوا كي داير ابو كليبه. واش استقريت ولا عذرك تائه في انا ملكوت الارض؟ صافي، الاستقرار ما بغاش يستقر معايا، ما زلت ايوا شوف، مع العادي. عليك بسبي بنات الاصفر، ما حد كان الصحر. والله العادي ارحمه الرسول كان مكبتها خاي ديالي. الرسول، ما لحقش على بنات الاصفر في سويسرا. سي فغي سي فغي سي فغي، ود كان يضرب، حضروا لي الراو داو في الاخر. غير دوك مساكين هذوك في الصحراء، ضربه فيهم الشمس. واخا ماريا جابوها من مصر بياسه، واخا صفيه هي كانت صغيره بياسه، ماشي لا زينب هي هي اللي كانت تقول بياسة اخي صح. طالوت، انت متأكد؟ قالوا قال قالوا لا، ما كانت قالوا بياسة ماريا، كانت بياسة. على علاش؟ هو ما كانتش بياسة، ما غاديش غادي يضربها في الفراش ديال حفصة. اه، الله، هذه نقطة ما فين تحسب. اللي يتسنى؟ لا، هذه بصح. ونيت عطى اختها الشاعر ديالو، يعني هي كان فيها وقيلا كانت احسن. وي عندك الحق، لا، كانت بياسة هدية، والهدايا ضروري يعطوا لي بياس المليح. ما يمكنش انت يا مالك في مصر وعاطي بياس الملك اخر ضربها البرد. غتنقص من صفية القيمة ديالك. وي، حتى صفية كانت بياسة، لأن واش من نيتك صراحة انت تدي عليهم فاش كيقول لك بياسة؟ راه معايير الجمال عندهم منكوحة، راه الزوينة عندهم قال لك كانت تقبل بأربع وتدبر بثمان. تعرف شنو هي تقبل بأربع وتدبر بثمان؟ زعما بزاز لها بحال في الشهر الرابع والمؤخرة ديالها في الشهر الثامن. زعما كل ما كبر داك الشيء كل ما زوين، الزغون هو الزين لورد. عندهم. هاد الرواية اللورد هي اللي كانت شادة في الدين هاد المدة كاملة. الله يستر، هي هو نقلب. حي الله السي بن بطوطه ديالنا، كيف الحال؟ لاز غليمي اخويا حياك الله. هو واحد القضيه انا بغيت ندافع على سيدنا رسول الله. بزاف الناس كيتهموا بانه نسوان جي ونكح العيالات بزاف وهذا، ولكن راه اللحظه اللي يعلن فيها الثوره النكاحيه راه ما دامتش بزاف، يعني غير شي 7 سنين ولا 9 سنين اللي عطى الله طاك اخر ايامه. حتى فات ال 50 كنظن، في 53 في 54 55، واش بقى في ما يقضي شي غرض؟ هذيك الطبيعه الانسانيه، الناس من تيش عارف الرجال تيشرفوا صافي، تيكبر تيجيب شي وحده من الدوار 18 عام حتى تيدير كدا 70 ولا هادي، هذاك الشيء اللي دار الرسول، طبيعه انسانيه وصافي. ولكن هشام علاش جلس مع خديجه المده كلها وما تزورش وما نكحش؟ خير من السروال. قال لك ما تعدش اليد اللي تتعطيك، فهمتيني؟ كاينه اوي. وواحد الحاجه، كنت شحال هذه كنت بديت مشروع ديال تنكتب المذكرات ديال سيد الرسول، وبحثت في هذه القضيه طالوت، ربما يكون فيرمي هذه القضيه ديال انها كانت كبيره في العمر. ما كاين حتى شي روايه صحيحه على هذه القضيه هذه. نعم، هذه الروايات كامل اللي كانوا ما يسمى قبل البعثه اجتهادات صاحبنا بنو هشام مع صاحبه، ما احاديث فيها متهالكه، ما كاينش شي تفاصيل. ما كاين حتى شي حاجه صحيحه. يعني كان ممكن خديجه ربما ما كانش عمرها 40 عام، ربما كانت اصغر، ولكن حيت هي عندها الاولاد، حيت عندها الاولاد وغالبا هذوك اولادها ماشي ولاده غالبا، فتكون شويه كبيره، مي تقدر تكون مثلا في الثلاثينات ولا في بدايه الثلاثينات، ما عرفتش. احنا اللي كنعرفوا هو ان التاريخ كتبه المنتصر فقط، ومحى ما يسوءه وما يضره. تخيل معايا الشيخ، دابا هاد المسلمين هما اللي انتصروا، مسحوا الاعداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا المشركين من جزيره العرب. هادشي كان حي بلا مليمات. ومع هذا ما بقي الرسول ما لحقش على بنات الاصفر في سويسرا. سي فغي سي فغي سي فغي، ود كان يضرب لي الراو داو في الاخر. كان يضرب غير دوك مساكين هذوك في الصحراء، ضربه فيهم الشمس. واخا ماريا جابوها من مصر بياسه، واخا صفيه هي كانت صغيره بياسه، ماشي لا زينب هي كانت بياسه اخي طالوت، انت متاكد؟ قالوا قالوا لا، كانت بياسه ماريا، كانت بياسه. على علاش؟ هو ما كانتش بياسه، ما غاديش غادي يضربها في الفراش ديال حفصه.
هذه نقطه تحسب. لا هذه بصح ونيت عطختها للشاعر ديالو يعني هي كان فيها وقيلا كانت احسن. وي عندك الحق. لا كانت بياس هديه والهدايا ضروري يعطيو لي بياس المليح. ما يمكنش انت يا مالك ما يصار وعاطي بياس الملك اخرى ضربها البرد غتنقص من القيمه ديالك. وي حتى صفيه كانت بياسه لان واش من نيتك تتدي عليهم فاش كيقول لك بياسه راه معايير الجمال عندهم منكوحه راه الزوينه عندهم قال لك كانت تقبل بأربع وتدبر بثمان. تعرف شنو هي تقبل بأربع وتدبر بثمان؟ زعما بزاز لها بحال في الشهر الرابع والمؤخره ديالها في الشهر الثامن زعما.